لا إله إلا الله. أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ من المهم جدا أن نحافظ على الصلاة في المسجد وأن نحرص على الوضوء في البيت قبل الخروج إليه، فكل خطوتين نمشيهما إلى المسجد يكتب الله لنا بإحداهما حسنة ويمحو عنا بالأخرى سيئة. وقد جئت اليوم لأحدثكم عن الآداب التي ينبغي أن نراعيها عند ذهابنا للمسجد والصلاة فيه. فمن هذه الآداب أن نلبس ثياباً نظيفة قبل الذهاب إلى المسجد، أن نمشي في طريقنا إلى المسجد بهدوء ووقار، أن ندخل من باب المسجد بالقدم اليمنى ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخلنا المسجد لا نجلس حتى نصلي ركعتين تحية للمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويجب علينا أن نحذر من المرور أمام المصلين وأن نحافظ على محتويات المسجد فلا نعبث بها. فإذا أقيمت الصلاة وقفنا ثابتين في الصف خاشعين لله رب العالمين حتى تنتهي الصلاة، لا نلعب ولا نضحك ولا نؤذي أحدا من أصحابنا الذين يصلون معنا. فإذا انتهت الصلاة وأردنا الخروج من المسجد فإننا نخرج بالقدم اليسرى ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. وبهذا نكون قد تعلمنا آداب المسجد، وبقي لنا أن نلتزم بها ونحرص عليها حتى ننال الأجر والثواب من الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.